السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين واعزائي المشاهدات في هذا الفيديو الجديد. غادي نبداو باول حاجه، فوقيتكم كاملين تقولوا معايا اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تنتمنى لكم من خلال هذا الفيديو هذا تكونوا باحسن صحه وعافيه، وتكونوا ان شاء الله كاملين بخير وعلى خير. رمضان كريم علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. غادي نبداو على بركة الله باش نشوف واحد العروض. صراحة كاين واحد العروض زوينين غادي يكونوا هاد الجمعة هادي اللي قدامنا، يعني 23 شهر 4، يعني هاد الجمعة ديال الغدا. فصراحة كاين عروض زوينين فيهم واحد التخفيضات اللي هي جد مهمة، وبزاف ديال الناس غادي يعجبهم الحال، إضافة لبزاف ديال الناس غادي يتقلقوا، وأنا واحد منهم. حتى هاد العروض هادو غادي يكونوا جهوي، غادي يكونوا في واحد البلايص، ما غاديش يكون مثلا في محل واحد كيف شاركت معكم مؤخرا، ولكن غادي يكون في بزاف ديال المحلات. فخليكم معايا حتى الاخر باش تكتشفوا العروض، وتكتشفوا ايضا حتى المحلات اللي غادي يكونوا فيها. غادي نبداو على بركه الله باش تشوفوا العروض. فكاين اول حاجه، كاين معنا واحد ماشينه كلاص ديال كيوي. بالنسبه لهاد لا ماشينه كلاص كيف كتشوفوا راه فيها جوج ديال البلايص، هنايا الفوق ديالها فيها واحد البوطون ديال لاري وديال المارش يعني باش كتخدم. وبالنسبه لهاد جوج ديال الكيسان كيهزوش تقريبا 500 ميل، دونك كيهزو نسيطرو في الواحد. بالنسبه للاستهلاك ديال الذره ما كاينش شي استهلاك، فهادي كتخدم تقريبا غير 12 واط، دونك البويسونس ديالها راه خفيفه على الضو. وبالنسبه للثمن ديال هادي راه في العروض الوطنيه كيجيبوها تقريبا 250 درهم. فهاد العروض التخفيضيه غادي تلقاوها دايره غير 150 درهم، دونك تنقصات فيها 100 درهم. فكاينين بزاف ديال العروض اللي ديجا شفتوهم في الفيديو اللي كان قبل. فتقريبا كاينين شي 4 ديال لي زارتيك اللي هما جداد، وغادي تشوفهم معايا ايضا حتى هما. بالنسبه لهادو كيف قلت لكم راه كاينين في محلات اخرين مغايرين على المحلات اللي شاركت معاكم. بالنسبه هنا كيف كتشوفوا راه كاينه معنا هاد لا سوبيير، هادو راه ديال الفخار، 6 ديال الجبيبنات ومعاهم لا سوبيير اضافه للخطا ديالها. فهادو كانوا كيديروا تقريبا 140 درهم، وفي هاد العروض التخفيضيه غتلقاهم دايرين 100 درهم، دونك من 2800 غتلقاهم دايرين 2000 ريال. ايضا كاين معانا واحد طبق ديال التقديم اللي فيه تقريبا واحد 5 ديال الفراقات، فكاينين 4 في الجنب وكاينه وحده في الوسط، فكلهم عندهم الغطاء ديالهم. وبالنسبه لهادو راهم الفخار ماشي ديال البلاستيك. وبالنسبه للثمن ديال هادو راه كيديروا 120 درهم، وفي التخفيضات تلقاهم دايرين 80 درهم. بالنسبه للبلاط ديمونسيون ديالو فراه فيه تقريبا 40 على 26، دونك غادي يكون كبير. كيف قلنا الثمن ديالو من 2400 غتلقاهم دايرين ب 1600 ريال. هادي هنايا الصوره ديالهم واضحه. ايضا كاين معنا واحد 3 ديال المرايات دي ميغوار ديكوراتيف. فبالنسبه لهاد المرايات هادو بثلاثه، ففي القطر ديالهم فيهم تقريبا 25 سنتيمتر، وكيف قلنا هما راه كيتباعوا بثلاثه، يعني ما كيتباعش وحده بوحده، فكيتباعوا هما بثلاثه. بالنسبه للثمن ديالهم في العروض الوطني كيديروا 70 درهم، فهاد العروض التخفيضيه تلقاهم دايرين 50 درهم، يعني من 1400 غتلقاهم دايرين 1000 ريال. الزواقات راه فيهم طبيعه الحال زواقات اخرين مختلفين. هذه الصوره ديالهم هنايا واضحه احسن. ايضا كاين معنا واحد مجموعه ديال 9 ديال العلب ديال التوابل مع السيبوره ديالهم. كيف كتشوفوا هاد العلب هادو بالخطيان ديالهم، وهاد العلب هادو فيهم عيار، دونك كيلصقوا في هذيك السيبوره ديالهم. فبالنسبه لهاد العلب هادو في العروض الوطنيه كيديروا 100 درهم، وفي هاد العروض التخفيضيه غادي تلقاهم دايرين 60 درهم، يعني من 100 درهم غتلقاهم دايرين 1200. ايضا كاين معنا هاد لابار دو سون، كيف كتشوفوا فيها تقريبا جوج ديال البيفون، فهادي كتجي تحت من التلفازه مثلا، لانها غادي تلقاو الطول ديالها راه طويله، فيها تقريبا واحد 80 سنتيمتر يعني جي المترو، وفيها تقريبا واحد 6 سنتيمتر تقريبا في الارتفاع ديالها. فهنا كيف كتشوفوا في الجنب ديالها عندها لي بوطون ديالها باش كتخدم، وعندها ايضا البلاصه اللي كنديروا فيها اليوز بي بحال هكا كنا غنخدموا نضيف شي ملتيميديا بحال مثلا القران او الموسيقى. وايضا كتخدم بالبلوتوث، وكتخدم حتى بالكابل. دونك البلوتوث كيف كتعرفوا لا بليبار ديال الاجهزه اللي كتكون بالبلوتوث فكتكون عندها واحد لا ديستونس اللي ما كنتعداوهاش اللي هي 10 مترو. وبالنسبه لها ايضا راه فيها راديو اف ام،
الثمن ديال هذه راه كدير تقريبا 250، وغتلقاو هذه راه عندهم في التخفيضات 150 درهم، دونك حتى هي تنقصات فيها 100 درهم. ايضا كاينه معنا واحد لاشيز سكونديناف، كرسي عنده واحد الديكور حتى هو زوين، فيه 4 ديال الرجلين كيف كتشوفوا، عنده واحد الدعامات باش هذوك الرجلين ما كيتفرقوش، والكرسي تقريبا في العلو ديالو فيه 81 سنتيمتر، ديمونسيون ديالو فيه 46 على 42، الثمن ديالو راه كيدير تقريبا 270، وغتلقاو في التخفيضات دير غير 180 درهم. هذه الصورة ديالو هنايا واضحة احسن. من بعد غادي نبداو نشوفو شي دي زارتيكل اللي هما غادي يعجبو بزاف ديال الناس، منهم هاد الطاولة الجانبية طابل دابوان. بالنسبة لهاد الطاولة هادي كيف كتشوفو فيها 35 سنتيمتر على 62 على 45 سنتيمتر. بالنسبة لتحت ديالها ففيها واحد الرويض حيت كنقدرو نحركوها فين ما بغينا، وكيف كتشوفو هي راه كتجي مثلا في الجلب ديال الكنابي، او لا مثلا يعني كتاخد واحد البلاصة جانبية. بالنسبة للثمن ديال هاد لاطابل هادي، فهادي دايره كنديرها 200 درهم، وغتلقاوها دايره عندهم في التخفيضات 120 درهم، يعني من 4000 ريال غتلقاوها دايره 2400 درهم. ايضا كاينه معانا هاد الطابل تشوفي، هادي كيف كتشوفوا فيها 40 سنتيمتر على 39 سنتيمتر في البروفوندور ديالها، بالنسبه للعلو ديالها فيها 57 سنتيمتر. كيف كتشوفوا راه عندها واحد الباب، فاش كنحلوه كنلقاو فيه واحد الطاجره، يعني كتفرقوا لنا على جوج فيه الفوق والتحت. وبالنسبه للفوق ففيها واحد التيروار، يعني فيها واحد المجهر. هادي حتى هي فيها واحد التخفيض كيف غادي نشوفو، فهادي كانت دايره 350 درهم، وفي هاد العروض التخفيضيه غتلقاوها دايره 250 درهم، يعني من 7000 ريال غتلقاوها دايره ب 5000 ريال، نقصات فيها حتى هي 100 درهم. هادي الصوره ديالها واضحه. ايضا كاين معنا واحد خزانه او لا ارموار ولا مثلا ماريو، فهنا كيف كتشوفوا فيه جوج ديال المجورات تحت، فوق منهم كاينين جوج ديال البيبان، فاش كنحلهم كنلقاو العلاقه ديال الحويش. ايضا في الجهه الثانيه كاين واحد الباب، فاش كنحلوه كنلقاو فيه لابارتي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه حتى الخامسه، دونك كاينين 4 ديال الطاجيرات تيقسموا لنا ديك البلاصه على 5. الباب ديالو فيه مرايه، بالنسبة للعرض ديالو فيه 1.20 متر، العلو ديالو فيه 1.91 متر، وفي البروفوندور ديالو فيه تقريبا 54 سنتيمتر. هذه هي الديمونسيون ديالو كاملة. ف بالنسبة لهاد الارتيكل هذا باش نزيد ندوي لكم عليه بزاف، ف بزاف ديال الناس اللي خداوه وعجبهم، كان بزاف ديال الناس كانت عندهم الرغبة انهم ياخذوه، ولكن كانوا خايفين من العود انهم يكون صحيح، ويكون داك العود مثلا اللي تيقيسو غير شويه ديال الماء وكيتنفخ بحال نوفو بوا. فبزاف ديال الناس اللي كان عندهم هذاك التخوف، ولكن الناس اللي خداو شكروا بزاف، وانا عاينتو شخصيا. فصراحه ماريو زوين، العود ديالو ما تقدريش نقولو مثلا 100% راه مزيان اولا مثلا العود ديال الشوك، ولكن عود اللي غادي يصلح بزاف ديال الناس، وحتى الثمن اللي داروه به كان ثمن زوين. اما هاد التخفيض هذا غادي تلقاو فيه واحد التخفيض اللي مهم بزاف وغادي يعجب بزاف ديال الناس. ف غادي نشوفوا كاين المشكل اللي كان فيه، هو مثلا الناس اللي ركبوه ومونطاوه، فقال لك لقاو فيه مشكل ان البيبان كيكونوا مايلين، فطبيعي ان البيبان غادي تلقاهم مايلين على ود اللي خص اللي يركبوا لكم خصو يكون معلم، خصو يكون نجار، حيت تقدروا تركبوا راسكم، ولكن فاش غتجيو البيبان غادي توحلوا فيهم، حيت الشارنيرات عندهم واحد الريكلاج خاص كيعرفوه غير المعلميه، دونك ضروري ما يكون معكم معلم. سواء مثلا تركبوا غيبقاو لكم بيبان، غتعيطوا على المعلم وغادي يركب لكم بيبان بحال هكا، ما غاديش تقام عليكم القضيه غاليه، لان بزاف ديال الناس اللي عيطوا على النجاره فاخذوهم عندهم تقريبا شي 300 درهم. بالنسبه للثمن ديالو كيدير 28 الف ريال، فهاد العروض هادي غتلقاو دير 18 الف ريال، دونك تقصات فيه 10 الف ريال. من بين الحوايج اللي كاينين عندهم، فكاين عندهم ايضا هاد السرير لشخص واحد. بالنسبة لهاد السرير هذا كيف كتشوفوا، الفوق كتحط فيه الماطلة، التحت ديالو فيه جوج ديال التيروارات، يعني فيه جوج ديال المجورة كيتجرو، لأن فيهم الكوليس تنقدرو نديرو فيهم بزاف ديال الحوايج، من بين هاد الحوايج كنديرو فيهم مثلا الأغطية. ففيه تقريبا 1.90 متر،
على 90 سنتيمتر، هذه هي الديمونسيون ديالو. كاين واحد بزاف ديال الناس اللي عطاو واحد الراي تيقولوا على مثلا ملي كيكونوا هاد العروض التخفيضيه، كيف كتعرفوا هاد العروض هادي ما تكونش بزاف وما تكونش ديما وما تكونش بزاف ديال المحلات، كيقول لك بما ملي تيكونوا هاد العروض التخفيضيه فتيكونوا هاد لي زارتيكل هادو مثلا بحال دي روتوش او مثلا شي حاجه واقعه فيهم ضروبين ولا هذا ولا هذا، فانا متفقش معاهم 100%. ومن الممكن انك مثلا تقدر تاخد شي حاجه وتلقى فيها شي مشكل، فهاد شي عادي. فبزاف ديال الناس اللي خداو مثلا، غادي نقدر نقول لكم بحال الاواني ديال الكرانيش، مشاو الناس خداوهم ما كايناش كاع عروض تخفيضيه، فكانوا عروض وطنيه يعني الثمن ديالهم عادي، ومشاو لقاو مثلا الاواني مقشرين. فالنصيحه ديالي دائما اللي كنصحكم بها، فين ما تاخذوا شي حاجه ضروري ما تقلبوها، سواء كانت تلفازه، كان مثلا شي حاجه ديال العود، شي حاجه ديال الاواني، كنقلبوها. وحتى لو ما قلبناها جدينا على الدار مثلا لقينا فيها شي مشكل، كنرجعوها ليهم وكنرجعو ليهم تيكي، باش هكا كيعوضوكم بارتيكل اخر، سينو كيردوا لكم فلوس ديالكم، حيت نتوما اصلا دافعين واحد الفلوس، فضروري كدفعوا على واحد الحاجه اللي غتستافدوا منها. دونك ما تضيعوش راسكم، ضروري ما تقلبوا اي حاجه، كيف قلت لكم راه سواء العروض التخفيضيه او الوطنيه ضروري ما تقلبوا الحويجات ديالكم. بالنسبه للثمن ديال هاد السرير هذا، فكندير 1200 درهم، كندير 24000 ريال، فهاد العروض التخفيضيه غتلقاوه داير 700 درهم، يعني 14000 ريال. هذه الصوره ديالو هنايا واضحه احسن، وكيف قلت لكم راه تقريبا كاع هاد لي زارتيكل اللي شفتو دابا ديال العود، راه العود عندهم نفس الكاليتي، والعود ديالهم صراحه راه مزيان. بالنسبه للعروض ها هي كيف كتشوفوا من الاول حتى الاخر، ها هي قدامكم. بالنسبه كيف قلت لكم راه غادي تكون نهار الجمعه هذه اللي جايه، وبالنسبه للجهات اللي غادي يكونوا فيها ولا المحلات، فغادي يكونوا في المحلات ديال عين سبع، يعني المحلات ديال عين سبع ان شاء الله كاملين، المحلات ديال سيد البرنوسي، والمحلات ديال سيدي مومن، وايضا ديال سيدي عثمان بن مسيك، وايضا غادي يكونوا حتى في تيطملين ان شاء الله. فكيف قلت لكم، وان شاء الله غادي نحاول ايضا نشارك معكم هاد العناوين في صندوق الوصف كيف العاده. وتنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا اكثر. وكيف قلت لكم راه بزاف ديال الناس غادي يتقلقوا حيت هاد الشيء ما كاينش عندهم، وانا واحد منهم، حتى انا ما كرهتش بما هاد العروض يكونوا قراب ليا، ناخذ منهم بزاف ديال الحوايج. ف هذا هو الاخر ديال الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى نلقاكم ان شاء الله ايضا في العروض الوطنيه باحسن صحه وعافيه. تنشكركم دائما على التشجيعات ديالكم وعلى الاراء ديالكم، وكنبغي نحيي ونشكر بزاف ديال الناس اللي كيعطيونا التجربه ديالهم، فالتجربه ديالهم حنا كاملين كنستافدوا. وكنبغي نرحب بالناس الجدد اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالنا، ما تنساوش تشاركوا معنا وتنضموا للعائله، وما تنساوش انتم كاملين تفعلوا الجرس باش هكا دائما يوصلكم جديد ديال القناه فور توفر ديالو. هذا هو الاخر ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، تبارك الله عليكم.